السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجد لكم سباكيتي على الطريقة الإيطالية، سباكيتي بولونيز. نخليكم دابا مع المقادير. ها هما البنات المقادير اللي غادي نحتاجو في سباكيتي بولونيز. اول حاجة غادي نحتاجو سباكيتي، غادي نحتاجو الكفتة، طوماط كونسونطخي، زيت العود. انا هنا البنات خدمت بطوماط سوغيز. عندنا البزار، الملحة، عندنا التومة، وعندنا المعدنوس والبصلة مشلضة صغيرة. اول حاجه البنات غادي ناخذ الماء سخون، يكون سخون مزيان، كتزيدوا فيه شويه الملحه وكديروا سباكيتي ديالكم تسلق. انا هنا خليتها 10 دقائق على حساب شحال بغيتوا تخلوها نتوما. بغيتوا تخلوها طايبه بزاف غتزيدوها في الطياب، بغيتوها شاده في راسها شويه غادي تخلوها 10 دقائق. غادي ندوزو البنات نطيبو الكفتة ديالنا. انا خديت هنا جميلة، غتخلوها تسخن البنات مزيان، غتزيدوها شوية زيت العود تخليوه حتى هو يسخن، غتضيفو بصلة مشلضة، غتخلوها البنات تطيب شوية حتى تطيح. هيا البنات البصلة طابت لينا، كنزيدو عليها الكفتة. كنزيدو البنات الملحة والبزار، ملي كطيب الكفتة عاد كنديرو لاسيزونمون ديالها. كندوزو البنات لاصوص طوماط ديالنا. اول حاجة غادي ناخدو زيت العود، غنخليوه حتى يسخن شوية، عاد غادي نضيفو عليه طوماط سوغيز. انا هنا البنات ما خدمتش بمطيشة عادية، خدمت بطوماط سوغيز، كتجي البنات واعرة. انا ضفت هنا شويه الملحه والبزار، والثومه، كنحركوا جميع العناصر مزيان، وكنخلوا هاد المطيشه تشحر لينا مزيان حتى كطيح.
هي البنات مطيشه ديالنا كما كتشوفوا راه طاحت وطابت، كتمعسوها بان فورشيت باش كتولي لكم بحال صوص طوماط. وفي الاخير البنات غادي تزيدوا طوماط كونسونطري تقريبا معلقه او جوج معالق صغار. كما كتشوفوا ها لاصوص طوماط ديالنا موجوده. دابا هالمقادير ديالنا كلهم موجودين، السباكيتي ديالي صفيتها، لاصوص طوماط موجوده، الكفته اللي طيبت مع البصله حتى هي تقريبا موجوده، والمعدنوس كنخليه حتى الاخر. غادي ناخد دابا ديك الكفته غنزيد عليها لاصوص طوماط، غادي نحركها مزيان عاد غنديرها البنات فوق البطاطي. انا البنات درت لاصوص ديالي فوق البوطه، غادي نضيف عليها دابا سباكيتي. وغنخلط هاد العناصر كامله مزيان باش ديك لاصوص ديالنا تدخل مع سباكيتي مزيان. كتضيفوا البنات شويه زيت العود واخيرا كنضيف المعدنوس، هو اخر حاجه انا كنخدم بها هي المعدنوس باش كيبقى باين خضر وكيعطي ديك لا فريشور ديالو. ها هي البنات سباكيتي ديالنا موجوده، كنتمنى تنال اعجابكم. انا ما زوقتها غير بالمعدنوس، اللي بغى يزوقها بالفرماج محكوك وزوقوها باش ما بغيتو. كنتمنى تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا الخبر، وكنتمنى منكم تبارطاجيو لا فيديو ديالي وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا على المتابعه.